اهلا بيك في الحلقه الاخيره من كورس التاسيس لدى المبتدئين. لحد كده اخذنا مع بعضينا 4 حروف من الحروف المتحركه، وعرفنا جميع الاصوات اللي بيعملها كل حرف فيهم بالتفصيل. اخذنا مع بعضينا صوت الحرف اي وصوت الحرف اي وصوت الحرف اي وصوت الحرف او. في حلقه النهارده هناخد مع بعضينا اخر حرف من الحروف المتحركه وصوت الحرف. Okay, without further ado, let's get started. وفي حلقة النهاردة هناخد مع بعضينا آخر صوت من أصوات الحروف المتحركة وصوت الحرف يو. مبدئيا حرف يو لي عندي 5 أصوات، وهم الأشهر والأكثر انتشارا في اللغة. فعايزك بقى تجهز ورقتك وقلمك، وشرط إن يكون جنبك المكان هادي عشان تطلع من الفيديو ده وأنت عارف جميع الأصوات اللي بيعملها الحرف يو. أوكي، ودلوقتي هختفي لك من الشاشة وعايزك تصفي ذهنك وتديني تركيزك الكامل. وأول صوت معايا الحرف يو هيكون بالشكل ده أ أ، والصوت هيكون قصير جدا. أمثلة على كده: باص باص، سان سان، داك داك. وتاني صوت معايا الحرف يو هيكون بالشكل ده ار ار، وده لما بيأتي بعديه الحرف ار ويجي بعديهم حرف ساكن. أمثلة على كده: purse purse، tur tur، nurse nurse. وتالت صوت معايا الحرف يو هيكون بالشكل ده او او، وده لما بيأتي بعديه الحرف اي في اخر الكلمة. أمثلة على كده: blue blue، true true، flue flue. ورابع صوت معايا الحرف يو هيكون بالشكل ده يو يو، وده لما بيجي في التركيبة اللي هي يو بلس كونسوننت بلس اي. أمثلة على كده: tube tube، lute lute، cute cute. وخامس صوت معايا الحرف يو هيكون بالشكل ده يو يو، وده لما بيجي في التركيبة اللي هي يو بلس ان بلس اي في اول الكلمة. أمثلة على كده: united united، uniform uniform، university university. يبقى إذا عرفنا إن الحرف يو لي عندي 5 أصوات. أول صوت معايا الحرف يو هيكون بالشكل ده أ أ، والصوت هيكون قصير بالشكل ده أ أ. أمثلة على كده: cup cup، run run، duck duck. وتاني صوت معايا الحرف يو هيكون بالشكل ده ار ار، وده لما بيجي في التركيبة اللي هي يو ار وبيجي بعديهم حرف ساكن. أمثلة على كده: turn turn، nurse nurse، purse purse. وتالت صوت معايا الحرف يو هيكون بالشكل ده او او، وده لما بيجي في التركيبة اللي هي يو بلس اي في اخر الكلمة. أمثلة على كده: blue blue، true true، flue flue. ورابع صوت معايا الحرف يو هيكون بالشكل ده يو يو، وده لما بيجي في التركيبة اللي هي يو بلس consonant بلس اي. أمثلة على كده: tube tube، tune tune، flute flute. وخامس صوت معايا الحرف يو هيكون بالشكل ده يو يو، وده لما بيجي في التركيبة اللي هي يو بلس ان بلس اي في اول الكلمة. أمثلة على كده: united united، uniform uniform، universal universal. يبقى إذا كده درسنا مع بعضينا جميع الأصوات المتحركة،
أخذنا مع بعضينا صوت الحرف A وصوت الحرف E وصوت الحرف I وصوت الحرف O وصوت الحرف U. Okay. وأظن أن ما فيش أي مشكلة بالنسبة لك كده في الأصوات. فلو أنت بتواجه أي مشكلة بالنسبة لأي صوت حرف من الأصوات اللي احنا أخذناها فتقدر تسيبهولي في comment وأنا هرد عليك. Okay. وبكده يكون وصلنا لفقرة الكوت. وكوت حلقة النهاردة هيكون من ويليام شكسبير، فبيقول If you don't have a goal, make your first goal to find one. Again, if you don't have a goal, make your first goal to find one. فالراجل ده بيقول لك إذا لم يكن لديك هدف فاجعل أول هدفك إنك تجد الهدف الأول. Okay. فالمقصود من كود حلقة النهاردة هو إنك لو ما عندكش هدف لحد الآن فأنت ياريت توضح خطة لنفسك تمشي عليها عشان توصل لأي هدف أنت حابب إن أنت توصله. لكن للأسف الأيام دي بقى معظم الشباب بقى بالنسبة لهم الكسل والمماطلة ده شيء رسمي. Okay. لكن هناك قول مأثور برضو عن الحسن البصري بيقول يا ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. فالمقصود من كده لما اليوم بيعدي فأنت كده مستحيل إن أنت ترجع اليوم ده تاني، فياريت توضع لنفسك خطة تمشي عليها عشان توصل لأي هدف أنت حابب إنك توصله. Okay. أتمنى إنكم تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة. أشوفكم الحلقة الجاية على خير. Thank you very much for watching. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.